الحياة FM الإذاعة الأولى للصحة في تونس. موجز الأخبار على الحياة FM. الثامنة ليلا هنا من الحياة FM، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر اليوم الأربعاء الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 8%، وجاء هذا القرار على ضوء التطورات الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني وفقا لبلاغ أصدره البنك في ختام أشغال مجلس إدارته. وطلع المجلس على محصلة المناقشات التي تمخذ عنها الاجتماع التاسع لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية بتاريخ 30 من جانف في المنقذي، والتي استعرضت تطور المخاطر الاقتصادية الكلية والمالية وشددت على المخاطر ذات الصلة بتكثيف لجوء الخزينة للتمويل الداخلية. وقد أشارت الهيئة بالخصوص إلى أنه في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فأن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتدين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 23 و 2000 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة واللاتية وإلى تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، بما في شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات. كما طلع المجلس على توصيات هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بذر ضرورة إرسال إشارات قوية تمكن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤى لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب بهدف إرساء انتعاشة اقتصادية شاملة ومستديمة. قرر الاتحاد العام التونسي للشغل عقد هيئته الإدارية الوطنية يوم الجمعة المقبل، وذلك للنظر في مستجدات الوضع النقابي ومن أجل تدارس خطوات الرد على استهداف المنظمة العمالية، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ. وأفاد حفيظ حفيظ في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اليوم بأن الاجتماع سيتدرج الحريات العامة والحقوق النقابية، خاصة بعد إيقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة الطرقات السيارة أنيس الكعبي، معتبرا أن هذا الإيقاف جاء على خلفية إضراب قانوني استوفى جميع أحكام مجلة الشغل وفق تعبيرها. وعبر الأمين العام المساعد بالاتحاد عن رفضه المنظمة لما وصفه بالتهم الباطلة التي صرحت بها النيابة العمومية في حق النقابي الموقوف، مؤكدا بأن الهيئة ستتخذ ما تراه لازما لرفع المظالم والانتهاكات الحاصلة للحريات العامة والحق النقابية. وقال حفيظ حفيظ بأن تعرض الكتب العام للنقابة الخصوصية لشركة الطرقات السيارة لإيقاف يأتي في إطار مواصلة التضييق على الحريات العامة والفردية. افتتح صباح اليوم الأربعاء غرة فيفري الجاري وزير السياحة محمد المعز بالحسين ورئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد الفهيد فعاليات تظاهرة أيام الطهي العربي في دورتها الأولى، والتي تنظمها الجامعة التونسية للمطاعم السياحية بمدينة الثقافة بتونس العاصمة تحت شعار تراث وتنوع في خدمة السياحة العربية، بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الشؤون الثقافية، وذلك بحضور رئيس الجمعية صدق كوكا بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول. أفاد رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية فيصل بوغرة بأن المحكمة تلقت اليوم الأربعاء إلى حدود الساعة 5:30 مساء 3 عمر في إطار نزاع النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية. وأوضح المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم تعيين جلستين مرافعة في الغرض أمام الدوائر الاستئنافية بتاريخ يومي الخميس والجمعة 2 و3 من فيفري الجاري، مؤكدا في الآن نفسها أن تلقي طعون وتعهد الدوائر الاستئنافية بملفات القضايا يتواصل طبقا للصياغ والأجل والإجراءات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. نهاية الموعد الإخباري الموجز قدمه لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع عبدالحطاب في 100% باسكت وبقية الفريق. إلى اللقاء.